وان شاء الله تكون بون ريكوبيراسيون للي تعدى الجمعه اللي فاتت وتكونوا عديتوا ان بون ويكاند. منتدى الحياه ديما بمختلف المواضيع وجينيرالمون ماشيين سورتو نهار الاثنين في التراجي نتاع المواضيع اللي تخص العائله تخص الامهات الاباء والاولياء وفي المنحة نتاع المواضيع هذوما اللي باش نحكي لكم على موضوع ممكن هيجس برشا من الاولياء ومقترح من عند زميلتنا امنه. تحيه لها امنه بخيت في الاخراج التقني الحسن سينو محمد سيف دينا ابو العريس كوتي ديجيتال ونرحبوا بسونيا جبيلي الاخصائيه والمعالجه النفسيه. مرحبا بك من جديد سونيا. مرحبا بك مريوم ومرحبا بكل مستمعي الحياه فاء. فوالا قلت لنا من ايمنا هو راهو معناها لي مامون الكل نبداو هكا مبربش هي انموذج من الامهات دونك سي نورمال باش تكونها هي تتطرق بتتخيا اكثر مني انا وياك مريم. علاش؟ على خاطر راهو لو فيت اون مامون تعطي بروبوزيسيون تاع سوجي ديجا اكيد معناها تتستنى في ايليات اللي هي تخول لها كونها تكتسب بك المهاره هذيك باش نجم تمررها لصغارها. دونك مهم جدا يوم الاقتراحات تجي من عند الامهات على خاطر اكيد باش يكون موضوع معناها مربوط بالواقع اليومي اللي نعيشوا فيه واكيد معناها تكون نقطه من النقاط من مجموعه نقاط مشتركه اللي هي تخول لنا نكتسبوا بها اليات باش نحققوا الوالدين الايجابي. فوالا الوالدين الايجابي اللي تحدثنا عليها المره اللي فاتت وقلنا منها هي باش ننطلقوا في برشا مواضيع تنجم تتحل لنا في الاطار هذا ولقينا تفاعلات حتى من الاولياء في هذا الاطار وفرحنا كي زاد سمعنا اباء هما اللي كلمونا وتفاعلوا معنا واللي عجبهم الموضوع هذيك. علاش تو كاين باش نفركوا الرومينا سونيا معناها كيفاش كل مره نتريتيو قطره من بحر هو احنا قلناهم واللي قداش من مهم جدا جوست احنا كي نطرحوا موضوع مش كيما باش تمد ارتيكل تقراه كيما باش تلقى حاجات كيما باش تسمع كيفاش وخاصه نحاولوا نسهلوا عليهم احنا بك النماذج والا كيفاش مثال ونعطيهم نبسطوا لهم الامور واللي وقتها يستوعبوا منهم الحاجات هذوما. هو من اهم الاشياء وقت تحكي على الوالديه الايجابيه ساعه اولا يلزمك تبعد عن نظري باش نجم تحكي على التطبيق على خاطر غيانمون لوم لو فيت تعطيها مجموعه من النصائح نظريه مانيش باش تعمل بيهم ابخي تو اوكي هاي عرفت المعلومه اما كيفاش باش تتوظف المعلومه هذه من اهم الحاجات اللي نترقوا لها جوستومون في الحصه نتاعنا. ثانيا اللي هو اهميه ناجعيه جوستومون النقاط هذوما وفاعليه الاليات التربويه على خاطر صحيح نحن في كثير من الاحيان نحكي وبتدخ على موضوع من الجانب العام ولكن قاعدين كل مره بالامثله نقربوا الى الخاص. ما تنجمش بيان سور تعطي الناس الكل حظها على خاطر يلزمنا ناخذوا بعين الاعتبار اللي في الاليات التربويه كي تحكي على والديه ايجابيه فما شخصيه الطفل بدرجه اولى فما شخصيه الام شخصيه الاب وطبيعه العلاقه بينتهم الثلاثه. دونك هذوما هذايا علاش وقت اللي بتدخ انسان يبدا يسمع فينا كسوا ام او اب او حتى طفل في حد ذاته اذا بتدخ نقول ما يتماشاش في عديد من الاحيان بتدخ النصائح نتاعنا اكيد فما خصوصيه ما تطرقناهاش اللي ما نجموش نحكيو عليها في العمومي نجمو نحكيوها كان على الخاص. هذاك علاش في كل حصه مريم ناكدوا اذا لقينا صعوبه في اي حدث معين في حياتنا او في تربيه صغارنا ماذا بينا نلتجئ الى ونأكد مختصين. راهو لا سبيل اليه للجوء للتنميه البشريه او توا تبارك الله البوز نتاع الكوتشينغ اتسيتيرا. راهو فما فرق ما بين تاخذ عموميات وما بين تحكي في خصوصيات. في العام امشي وين تحب ميسالش ما يقلقش بالعكس معناها ساعات الانسان محتاج باش يجدد حتى طاقه ولكن في الخاص وقت اللي نبداو نحكيو على وضعيه معينه ساعات جينيرالمون تكون معقده راهو كي تمشي الانسان غير مختص راهو ينجم يزيد في فوالا ايفيكتيفمون في توتير بتدخل العلاقه اتسيتيرا وفي تعكير الحاله في حد ذاتها. دونك مهم ومهم جدا كونك انت كولي زاده تكون مسؤول على اختياراتك على قد ما يكون اختيارك سليم على قد ما الاليات اللي باش تكتسبها تكون ناجعه وفي بلاصتها. فوالا سورتو احنا الموضوع نتاعنا اليوم كيفاش نعلموا صغيرنا تحمل المسؤوليه فيكو احنا نبدا نعرفوا الامهات وهي ديما العلاقه مع الام اقرب كي يبداو صغار في العمر مازالوا دي بيبي دي نوفوني دونك العلاقه تكون براتيكمون مع الام راه ما يتغشوش علينا الاباء راه احنا خاطر فيكو تبدا العلاقه جينيرالمون مع الام. الام تبدا الهيجس نتاعها اللي هي ولدها كيفاش باش يبدا يمشي كالبا اللولانيه كيفاش بعد حتى دخول الحمام مش يكون وحده مش يا
يقضي حاجيات وحده، تبدا في المره الاولى ماذا بها هي اللي تعمل له كل شيء، وممكن بعد حتى تنصلحوا بعض الاخطاء اللي تنجم تقوم بهم الامهات، هي المساهمه في كون صغيرها ما ينجمش هكا يتحمل المسؤوليه. كي نحكيوا على مسؤوليات نحكيوا على مسؤوليات سونيا على قد عمر الصغير بيان سور. بعد تولي الام ماذا بها صغيرها تحسه هو اللي يعول على روحه في حاجات معينه تكون حاجات بسيطه. هنا قداش من المهم جدا الساعه الفتره العمريه باش صغيرنا يبدا التحمل المسؤوليه، وديما من وقتاش اكزاكتومون نبداو نحكيو على كلمه مسؤوليه تجاه الصغيرات؟ باهي كان باش تسمح لي الله غالب باش نحط شويه لسؤالك على دقيقه برك على جنب. فما نقطه مهمه ومهمه جدا اللي نحن حكينا عليها ديجا في الوالدين الايجابيه، وباش نعاود نطرق لها على خاطر الامر ألزمتني بهذا الامر. فوالا ألزمتني فوالا شو راه وقت اللي تقول لي صغير الله غالب في الاعوام الاولى او في الاشهر الاولى راهو على مسؤوليه الام على خاطر بحكم صغره، انا مش نقول لك هذا راهو اختيار من عند الام. فوالا هو اختيارات، هو اختيار من عند الام، ولكن تربيه الصغير من هالو اللي يجي فيه للدنيا راهو مسؤوليته ما بين يدين امه وابوه. وهذا اللي اكدنا عليه سونيا ديجا معناها اللي قلنا ما نخلقوش. دونك اليوم النصائح اللي باش نعطيوهم كسوا نجم تستقتدي بها الام كيف ما نجم يقتدي بها البو، معناها كلتا الطرفين الزوز هما بيدهم متحملين مسؤوليه الصغير هذاك. دونك انت افكتيفمون من المنطلق هذا لكن انت بتستثني واحد فيهم دونك الصغير زاد فوالا دونك مش يرمي الحمل ريتها محلاها راهي لابسيكولوجي تقوش عليها عمليه حسابيه، واحد مع واحد يساوي اثنين. خاطر علم خاطر علم الرجال اللي تسمع فينا راكم متحملين المسؤوليه دونك فوالا خذوا معناها حصه راهي تهمكم برشا زيد انتوما، وخافوا على الامهات شويه حتى لو كان هي اختيار منها. ما نتصورش انا لو فيت الراجل باش يجي يقول لها سونيا نعاونك فك الحاجه هذيك هي باش ترفض، فيك احنا نعرفوا ضغوط النفسيه الكبيره دونك بيزيش نتعاونوا في العكس. هي لا والله لا والله باش يعاون لهم برشا فيش اللي هي باش ما تعملش علاقه مرضيه مع صغيرها، ما توليش تدخل في المثاليه، تم برشا حاجات تعاونها لو فيت الابو ينخرط جوستومون في تربيه الصغير وهذايا ينقص حمل كبير وكبير برشا، خاصه حمل نفسي اكثر منه جسدي على الام. دونك بالعكس دونك هذه حوايج باهيه ماهيش حوايج خايبه. دونك هذا دو ان دو دو نعرفوا نحن جينيرالمون انسي دونك ديما ما ترضاش باللي يجي. دونك حتى كي يجي مثلا البو يبدا قال الراجل يجرب في صغير باش يتعلم، خاطر حتى الامهات قاعده تتعلم نحن ما نعرفوش معناها فوالا صغير الاول افكتيفمون ما نتخلقوش نعرفوش معناها المكتسبات اللي يقولوا عنها كي تبدا عندها الافكار المثاليه دونك تبدا لي تبدا خايفه اكثر من اللازم، وهذايا هو اللي يخلي كون البو ساعه معناها ما يتشجعش افكتيفمون ما يتشجعش ينسحب وما ينخرطش في العمليه التربويه مع صغيره. والام بيان سور هي اللي باش تحتكر المساحه هذيك الكل. دونك اون فان كونت وقت اللي يكثر على الحمل وقت تولي تتشكى وتقول انا عييت وانا وحدي وانا متحمل المسؤوليه، لوكو هو من الاول هو راهو اختيار. يعني الام والبو يلزم الزوز يكونوا متفاهمين على طريقه التربيه بتاع صغيرنا اللي هذا ديجا حكينا فيه مطولا في الحصه اللي فاتت في الوالدين الايجابيه. فوالا دونك ولكن سؤالك باش نجاوب عليه توا تو سويت. دونك سالتني قلت لي ابارتيغ من قد العمر من وقتاش الصغير نبدا بشويه نعلمه فيه في تحمل المسؤوليه في عمر هو 3 سنوات معناها علميا، ولكن ساعات علاش قلت لك فما حاجات عامه وفي حاجات خاصه، ولكن فما صغيرات عندهم مهارات وذكاء اجتماعي معناها نسبته عاليه فينجم ابارتيغ من العامين ونص نجمو نعلموه بشويه بشويه دونك التحمل المسؤوليه. فوالا هذه سورتو من ناحيه العمر اللي هو يعتبر مهم جدا على خاطر ديما حتى الصغير احنا فما بعض ساعات صغار سونيا ممكن حتى تجي الانيشيتيف هذا هو ممكن الذكاء الاجتماعي اللي تكون منه هو يحب يعمل كل شيء وحده وحتى يوصل يتغشش الصغير ويعبر عن نوبات غضب لو فيت انت ما تعطيهوش الفرصه باش هو يقوم بالحاجات. هو محتاج الى هو متعطش الى التجارب وقت الصغير، هو مش عطش الى فعل معين. فما توا فيديو قاعده تعدى بالمناسبه جوست باش نذكرها من عرفش كريتوها والا لا، فما فيديو قاعده تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي عائله جابونيه وطفل والام قاعده تعجن في العجين قدامه والطفل كل مره يمشي ويفك
العجين وهي تفك له وهو يفكه حاسين ولين الطفل عمل نوبة غضب كبيرة وكبيرة جدا. فانت كنت هو ماهوش فيه مش معناها عجين وطفل صغير معناه يكون عمره كيف ما قلت لك عامين ونص افكتيفمون هو اكيد مش فيه مش معناها عجين مش فيه مش معناها خبز مش فيه ما بتتخ نحن بلغتنا دونك نعمة ربي افكتيفمون ولكن هو في فترة اللي هو نسميه لستاد دونك اورال من الستاد اللي يحكي عليهم بياجي في علم النفس دونك الستاد اورال اللي هو استاد للتذوق دونك كل شيء يكتشفه بالتذوق بعد يتعدى إلى مراحل أخرى من النمو اللي يخليه ينمو عنده الذكاء الحركي والحسي دوك باش يعرف هذا عجين كيفاش تكون صل مش صلبة برشا مش لينة برشا دونك كيف باش يتحسس في التراب باش يتحسس في الحيط دوك كل شيء يلزمو يمسو أون فان كونت كل شيء يمسو نحن بلغتنا العامية نقولوا بربيش ولكن ما عندها حتى علاقة بتبربيش راهي عندها علاقة بنمو المهارات الحركية وكي نحكي على مهارات حركية راهو نحكي على ذكاء حسي على ذكاء حركي وهذا مهم ومهم جدا علاش على خاطر بعد يولي يعرف كيفاش يميز ما بين الأشياء بعد في وقت لاحق وقت اللي باش يتحط قدام ورقة وكراسة وستيلو يعرف يشد ستيلو يعرف كيف يشد شد المستقيمة متاع ستيلو والجلسة المستقيمة للكتابة باش ينجم يعرف يكتب راهو شو كل مرحلة راهي توصل مرحلة أخرى إذا فما مرحلة سابقة يبقى فيها نقص في النمو اوتوماتيكمون باش تاثر من بعد على بقيه المهارات فوالا هذوما اللي باش نحكيو عليهم سورتو كيفاش الطريقه اللي نجمو نعلمو بها صغيراتنا المسؤوليه كيفاش نبداو حتى البدايه نتاعنا المراحل اللي نمروا بها سورتو اللي فما الهيجس ديما نتاع الاولياء سونيا يقولك اسكو صغير باش ينجم من غيري والا لا هذه علاش نحكيو احنا في المسؤوليه هذه وانا كنت اتذكر في الحصه الفارطه قلت لك على المواقع التواصل الاجتماعي وانستغرام هي لكن معناها محليهم الحاجات اللي قاعده تقدم فيها ومن ضمنها اللي المراحل اللي قاعده تطور نتاع الصغير نتاعها كيفاش قاعده تحمل فيه في المسؤوليه حتى هو الفيت مازال كي بدا يحبو قاعد يطلع الدرجات نتاع الدروج ما كانتش فما كالخوف الكبير كانت مخليته على راحته لكن فما مراقبه للصغيره نتاعها وتبارك الله ما شاء الله على صغيرها اللي معناها النمو نتاعو كان سريع حتى توا مازال ما عملش العامين وترا حتى في التطورات نتاعو معناها المهارات اللي عنده ما شاء الله عليها كصغيرة ذيك ممكن هنا تختلف هل أنه توبعت حتى أنت معناها في سياق الحديث تجاوبنا على سؤال ذي هل أنه لفيت الأم ما تكونش خوافة برشا وإلا البو برشا اللي صغيرهم لفيت يتحرك حركة يخافوا ليتيح إذا كان يحبوا يخافوا الحماية الزائدة ولا هذا الكل ينجم يحد من مهارات صغير وإلا ليه اليوم تحمل المسؤولية هذا اللي باش نحاولوا نتعمقوا فيها برشا إذا كان أنتوا عندكم تدخلات مرحبا بكم 70-35-120 وإلا 77-288-289 كيفاش نعلموا صغير بتاعنا تحمل المسؤولية هذا هو موضوعنا في منتدى الحياة